بعد هذه امور اعلانه. يا الله وانا خسرتك على مريضه الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله ويا باب يا نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محي الزوار يا أبو علي. ما خاب من تمسك بكم أمنا سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. رحلوا رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا يا بحسن تصبري وفؤادي وما فيها سوى
قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا. مصائبنا احنا كثيرة، سياسية اجتماعية أخلاقية، مصائب عندنا. إذا انت تشوف العالم كله يموج سفك دماء وقتل وسرقات، أمن ماكو، صحيح لا مو صحيح؟ تسألني انت ليش شيخنا مصائب، ليش هالبلاوي، ليش سفك هالدماء، ليش هلا أم ليش؟ واحد يسأل، العاقل يكون يسأل يعني. ليش أوضاعنا وصلت إلى هذا الحد من الانحدار والتخلف والسقوط؟ ليش؟ سؤال العاقل يسأل، هذا هو معنى الجواب مفصل. وأكو عدة عوامل، بس أنا بتكلم عن عامل واحد وبعدين نبي نعرج على زيارة الحسين وشلون لها الدور في معالجة الوضعية دي. أنا حقيقة قمت أروح أدور في الآيات والروايات والتاريخ لما نشوف سبب المصائب شنو. طلعت لنا آيتين. الآية الأولى تقول: وما يصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني شنو معنى الآية؟ وما يصيبكم من مصيبة سببها شنو؟ فبما كسبت أيديكم. شنو كسبت أيديكم من معاصي وذنوب؟ هي السبب. يعني سبب المصائب والبلاوي وهالانحطاط هذا والتخلف هو سبب الذنوب. واضح ولا لا؟ واضح الغاية. لا، الله يقول بعد ويعفو عن كثير، يعني الله ما قاعد ياخذنا بجميع ذنوبنا. لو أخذنا بجميع ذنوبنا لما بقي دابة على وجه الأرض. واضح ولا لا؟ وما يصيبكم من مصيبة إلا بما كسبت سبب أيديكم. أنت شنو كاسب؟ يعني ذنوب شنو عندك؟ لا، ويعفو عن كثير. يعني شوف رحمة الله بنحن. واضح أنا؟ زين، هذا آية. آية أخرى، هاي الآية التي تلوناها في صدر البحث: مما خطيئاتهم شنو؟ أغرقوا. على قولة هالغرق اللي صار لهم بسبب شنو؟ خطاياهم. فإذا واضحة السالفة، هناك ذنوب أخطاء يرتكبها البشر يصل إلى النتائج. أقول له ما أقول؟ أقول له ما أقول؟ أقول صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. قاعد يقاتلوني، قال لهم كلمة واحدة: بئس ما خلفتم محمدا في عترته. القرآن يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عدلنا والحسين من القربى. قلت: تودون الحسين، تحبون الحسين، تجلون الحسين، تكبرون الحسين. عدلنا. أنا شو مسوي فيكم؟ ما مسوي شيء. انسبوني من أنا؟ هل يحل لكم قتلي؟ انتهاك حرمتي؟ تطلبوني بدم سفكته، مال أخذته، شريعة كلها؟ قالوا: لا 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 لا، هذا عمامة رسول الله، هذا سيف رسول الله، درع رسول الله، فرس. قالوا: كله تمام، هذا القرآن بيني وبينكم، كله تمام. ما قالوا شيء، ما عندهم حجة على الحسين. أحن بغضا لأبيك، خليه حسين. الكلام شنو؟ قال يقاتلونه، قال لهم كلمة واحدة: بئس ما خلفتم محمدا في عترته، ألا أنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بعد قتلكم إياي. وأسأل الله تعالى أن يكرمني بالشهادة وينتقم لي منكم. الحسين شنو قال له؟ قال له: ومما ينتقم
منا يا ابن فاطمة شلون ينتقم منه؟ قال يسفك يلقي ها 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 ها. قال يلقي بأسكم فيما بينكم ويسفك دماءكم ويصب عليكم العذاب صبا. حلو. فسبب سفك الدماء شنو صار؟ بسبب شنو؟ بعد ما قتلوا الحسين الله سلط عليهم من يسفك دماءهم ويلقي بأسهم بينهم. واضح ولا احنا قاعدين نشلخ بعضنا البعض؟ حكومة تشلخ الشعب والشعب يشلخ الحكومة، حكومات إسلامية تشلخ بعضها البعض، إيران والعراق واضح حكومات إسلامية شعب إسلامي. من اللي يسوي الفتن؟ شوف ناس آخرين تلقح الفتنة وتبيع أسلحة واحنا اللي نتعارك، اللي راح فيها دماء من المسلمين. أدله لا أدله بعد إنما المؤمنون أخوة. الله يقول إحنا ما صارين أخوة، قاعدين نعادي بعضنا البعض ونقتل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دماء. تروح شوف جذورها وين، من وين جاي؟ من يوم انحرفوا عن علي وصارت السقيفة بدت العركة. واضح؟ وسيعلمون تالون ربما أسس أولون. فإذا هناك أخطاء احنا ارتكبناها صارت. طبعا احنا الأخطاء هذه صارت من ذاك اليوم، ذاك اليوم ليدور يعني التاريخ ليدور. ليش عندنا حديث يقول جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة؟ واضح ولا؟ يعني احنا اكو سبب الذلة للعيشة ان ابانا ما جاهدوا. شو يقول؟ جاهدوا تورثوا أبناءكم شنو؟ عزة. فإذا ما صار جهاد، ما صار مقاومة الباطل، احنا نعيش بذل. الإمام علي سلام الله عليه يقول لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. هذه من أحد تفاسيره. إحنا لنا حق، إذا ما تعطونا حقنا راح نعيش في ذل في هوان. هذا معناته. وأقول تفسير آخر لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. يعني لنا حق، تعطونا حقنا ولا نواصل المسيرة ما نتعب نظل نجاهد. هذا هم تفسير آخر، وهذا التفسير الثاني ترى ولي أولى. المهم احنا ما نبي، احنا ما زلنا في السياق يعني ما طلعنا برا. المهم هناك اخطاء يرتكبها البشر تورث لنا نتائجها. جبنا لكم ايتين وكلمه للحسين سلام الله. بعد خلنا نجي لبعض الادعيه. الليله جمعه، الليله جمعه مستحب تقرا دعاءكم وين؟ وعلاوه على ذلك مستحب تقرا دعاء زين العابدين ليله عرفه. اكو دعاء لزين العابدين يقرون ليلة عرفة، وكذلك مستحب تقرأ ليلة الجمعة. تقريبا أكو 9 أو 10 نتائج للذنوب. 9 أو 10 احسبوا يا أنت، تحسبوا يا اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. يعني أكو ذنوب يرتكبها البشر تؤدي إلى تغير النعم. عدلنا الله ما يغير نعمة ولا يبادر بنقمة، لكن احنا نرتكب ذنب يؤدي الى شنو؟ تغير النعمة. هذا واحد. 2 اللهم اغفر لي الذنوب التي شنو؟ تنزل النقم. اذا نزول النقم سبب شنو؟ ذنوب. هذا 2. 3 اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. زين من اللي يسوي هتك العصم؟ ذنوب. عدل ولا؟ 4 اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اذا نزول البلاء سبب ذنوب. هذا كم صار؟ 4. 5 اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. احنا دعائنا ما يستجاب لان ذنوب معينه ارتكبها يسبب علي عدم اجابه الدعاء. هذه صارت 5. هذه في دعائكم. روح لدعاء ليلة عرفة مال زين العابدين المستحب تقرا ليلة الجمعة. هناك ذاكر هاي 5 بس بعد مواصل. اللهم
اغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء. يعني انا افهم من العباره يعني الامور اللي تسبب فضايح، واضح ولا كان اكو شغلات مستوره مغطيه بس اكو ذنوب الانسان يرتكبها تؤدي الى شنو؟ تكشف الغطاء، تصير فضايح. هذا صارت كم؟ 6 7. اللهم اغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء، يعني يسوي تعاسل. اذا جلب الشقاء سبب الذنوب. هذا كم صار؟ 7. هذا لا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء. لا اله الا الله. ريان في 2000 سنة مات، انقصف عمره، المفروض عمره على الاقل 70 سنة، عمر امتي بين 60 و70، عدل ولا لا؟ شو مسوي من ذنب الا انقصف عمره؟ عندنا بعض الروايات اليمين الكاذبه تقصم الامر. واحد يروح يشهد شهادة زور يقسم كذبا حتى بس حق يبطل، يعني يبطل الحق، واضح ولا لا؟ كم صارت؟ 8. تمام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم. كم صارت؟ 10. فأصبح من النادمين، يقول القتل القتل. قابيل قتل هابيل، بعد ما قتله ما عرف يدفن. المهم فبعدين يقول فأصبح من النادمين. هاي 9. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث السقم، يعني المرض. هاي شو صارت؟ 10. سبب الذنوب. فإحنا مولاي الجليل الله يقول أنت تخطأ تغلط، هاي النتيجة. فحتى احنا نحلحل هالوضع ده، حتى نرفع هاي الامور النتائج، شو نسوي؟ لازم نعرف الذنوب واحده واحده ونتوب منها. عدل الامور. تقول لي شيخنا الحين انا وين بدي اعرف الذنوب دي؟ انا الصبح اطلع ورا العمل، اجي الثنتين تعبان وانام، ما اجي استحضر لي مجلس في امان الله. لا لا، انت مسؤول، صح؟ انت العمل ليش تشتغل؟ حلوة تشتغل انت حتى تتقوى بذلك العمل على طاعه الله عز وجل. انت الله مو جاي منك حتى تاكل وتشرب وتمتح في امان الله مع السلامه. لا لا لا، هذه الامور وسيله تتقوى بها على طاعه الله. انت هدف طاعه الله، امتثال التكليف، اتيان الواجبات، ترك المحرمات. لازم تعرف الواجبات وتأتي بها، ولازم تعرف المحرمات وتأتي بها. ليلة واحدة فصلت 7 ذنوب اللي شنو تحبس الدعاء، بينتها على المنبر. اكو كلمة لزين العابدين، كلام رواية تحصلها في كتاب زين العابدين للسيد عبد الرزاق المكرم صاحب مقتل الحسين، انفصل عند الذنوب كاتبينها كل. روح اقراها طالع اشوف شنو الذنوب دي وحتوب منها. هذا هو طريق الجسم انتم توب الى الله. انت شو تقول الليله؟ الليله شو تقول من الدعاء الوارد؟ يا دائم الفضل على البريه، يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى السجية. شنو تبي؟ واغفر لنا يا ذا العلا شنو في هذه العشية. واغفر لنا، تبي غفران من الله، صحيح؟ لازم. الله شلون يغفر لك؟ لازم تتوب إلى الله توبة نصوحة، تكون تتعرف على الذنوب هذه واحدة واحدة وتتوب منها توبة نصوحة. زين، اكو بعض القضايا تساهم في التكفير عن الذنوب. الإمام علي سلام الله عليه يقول من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف.
والتنفيس عن المكروب. هذه من كفارات الذنوب العظام. تشوف لك واحد حزين معلوم مغمور تساعده تأخذ به. هذا من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. زين، الله احنا مخلي لنا أبواب رحمة كثيرة في الوجود هذا. من أبواب الرحمة هذه الحسين سلام الله. الحسين باب رحمة. من أحد الأمور التي توجب غفران الذنوب هو زيارة الحسين سلام الله. يعني أكو رواية عندنا، من زار الحسين سلام الله عليه غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. مو الحين الذنوب اللي احنا سويناها، انت حد عزيت الحسين؟ الحين عزيت الحسين. الذنوب اللي سويتها قبل زين ديك الله يغفر لك، مو الامور اللي من بعد الزياره تسويها. لا. زين؟ هذا الرواية. زيارة الحسين توجب غفران الذنوب، ما تقدم منها وما تأخر، هذه واحدة. اكو رواية ثانية، من زار الحسين سلام الله عليه غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا امر واحد. شدد الذنوب حتى لو بمقدار زبد البحر هم الله يغفر. هاي كم صارت روايتين؟ صحيح. شوف احنا اللي يمنعنا من الوصول الى الله من الذنوب حقيقة الذنوب هي اللي تمنع من الوصول الى حالة القرب الى الله عز وجل. انت في الزيارة شو تقول للامام اذا زور الجامعة؟ يا ولي الله ان بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. واضح لنا؟ أنت تبني الإمام، هو يروح يتوسط إلى الله يسأل من الله أن يغفر لك الذنوب. بتقول لي شيخنا أنا حينما أقول اللهم اغفر لي ذنوبي الله يعني ما يستجيب دعائي؟ ممكن ما يستجيب دعائك، لأن عندنا إحنا بعض الذنوب تمنع من إجابة الدعاء. بس إذا الحسين يدعو لك لا قاطعا الله يستجيب دعاءه. ليش؟ لأن عندنا رواية الله يقول لموسى يا موسى ادعني بلسان لم تعصني به. واضح؟ لسان الحسين طاهر مطهر. فإذا يدعو لك الحسين أو الولي المعصوم طبعا دعاءه مستجاب، فالله يغفر لك ببركة منه الإمام المعصوم. أنت دائما في آخر مدعيك دائما في دعاء التوسل ليلة الأربعاء، دعاء الجامعة، زيارة الجامعة، يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. زين؟ فبحق من ائتمنكم على سره وقرن طاعتكم بطاعته الدعاء. زين؟ فأنت تطلب الإمام إن بيني وبين الله ذنوبا. هذه رواية. أكو رواية شفتها خوش روايات، الإمام الباقر يروي الرواية سلام الله عليه، يقول يوم من الأيام قال أمير المؤمنين، يسندها يقول قال عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول أمير المؤمنين جينا نزور رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا يبكي بكاء شديدا. فإحنا يعني ما حبينا نسأل رسول الله، يعني ما قدرنا نسأل من رسول الله إجلالا له وإعظاما، ما حبينا نسأل ليش تبكي يا رسول الله؟ شوف شد الأدب العالي عند الإمام سلام الله عليه.
يقول بس الحسين كان موجود صغير، فإجى قال له يا أبا يا رسول الله لماذا تبكي؟ مما بكاءك؟ حسين عزيز بعد عند رسول الله. فقال له جاءني آنفا جبرائيل وقال لي أنكم قتلى ومصارعكم شتى. أقول كلكم أنتم تقتلون، كلكم تصيرون قتلى ومصارعكم شتى، يعني ناس في المدينة، ناس في سامرة، هذا في سامرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد شتى. أنا أبكي لهذا. فيسأل الحسين سلام الله عليه، أقول له أبتا ما لمن زار قبورنا وهي شتى؟ هذا اللي يجزوا قبورنا وهي شتى، يعني انت تتكلف تروح للحسين مشي، تروح للإمام الرضا تتكلف زيارة المتاحف تروح زور محبة. ما لمن زار قبورنا وهي شتى؟ شنو هذا الشخص شنو حصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله قال هناك طوائف من أمتي، مو كلهم، قسم، يزورون هذه القبور يلتمسون بذلك البركة. شوف الأهداف، يلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي، شوف العبارة، وحقيق علي أن أخلصهم من أهوال الساعة ومن ذنوبهم. لطيف، شوف النتيجة وين، يوم القيامة أنت عندك ذنوب وأكو أهوال قدامك، من اللي يخلصك من الأهوال ومن هالذنوب؟ رسول الله نفسه يجي يخلصك. شوف إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضا. أنت يوم القيامة واحد ماكل أموال الناس بالباطل، وفي الدنيا ما راح تعتذر منه ولا رجعت المال، واضح ولا؟ يوم القيامة هذا شي خلصك منه ذاك؟ لا، يقول لك أنا ما راضى عنك، ما راضى، أنت ماكل فلوس بالباطل، ماكل أموال بالباطل، أعطيتني شيك ولا رصيد، قصيت علي، أخذت أموال. لا، خليك هني في الموقف. وهناك على الحساب عسير، الحساب عسير، الله يقتص بالحسنات والسيئات. درهم انت ماخذنا ماكلنا من الاخرين، درهم واحد في الروايه، في الروايه شنو؟ انت كم صلاه مصليت؟ صلوات كثيره، 700 صلاه الله ياخذ يعطيها لذاك المظلوم. ايه، شوف حسناتي تطيرها تطير، تروح الحسنات كلها. ايه لحمة. يقول شيخنا اذا انا ما عنده حسنات الله ياخذ من سيئات المظلوم وخليه عليك. مشكلة، انا بروح عم بخلص واحد، عم بخلص من سيئاتي بعد يكون عليه سيئات، فصعبة. يجي رسول الله صلى الله عليه واله، انت زاير القبور لا ما يخلونك هالشكل متحير، يجون لصاحب المظلومية، يجي لي رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لعل هذا كان غافل في الدنيا. المهم طبعا بعض الذنوب هي يعني مشكلة، حقوق الناس مشكلة، بس الرسول يجي
يقول له هذا المظلوم أنا يا رسول الله محمد بن عبد الله، هذا ريال ضعيف، المهم سوى غلط سامحه مسامح كريم. يقول له لا أنا ما أسوي، أنا أبيع. قال له شوف أكو قصر في الجنة، شوف إيش قد حلو لطيف كبير كذا خدمات الآخر، أنا أعطيك ذا القصر. عندنا رواية على الحساب والكتاب بيد أهل البيت يوم القيامة. الله ما يجي ويحاسبك، لا الله مخلي له ممثلين يحاسبونه. أنت تقول في زيارة الجامعة إن إلينا إيابكم وعلينا حسابكم، بس هو الله اللي يجي يتصدر الحساب. أوكي، وحتى الحسين يجي يتصدر الحساب ممكن. شلون الله عند ملك الموت يقبض الأرواح؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها. وأكو آية تقول يتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن الله يقبض الأرواح عن طريق من ملك؟ الله لا يمثل. إن الله يرضى لرضا فاطمة، يعني شنو؟ إذا تبى رضا الله يعني شنو؟ يعني نرضي فاطمة، عدل ولا؟ الحسين شو يقول؟ يقول رضا الله، رضا أهل البيت، يعني تبى رضا الله لازم ترضيني أنا الحسين، عدل ولا ما عدل؟ هذا ما الله ما عنده رضا، يعني الشعور بالرضا، الله ما تقدر تخضع لهالأمور هذه، إلى الشعور، لا لا، الله ما له شعور مثلنا احنا. رضا الله يعني الجنة، رضا الله يعني رضا أهل البيت، هذا معناته. سخط الله يعني نار جهنم، هذا معناته. فرسول الله يجي يخلصك من أهوال يوم القيامة ومن الذنوب، أشياء عظيمة. طبعاً أكو بعض الذنوب اللي هي حقوق الناس، يعني شوية دي صعبة وايد. الواحد يكون يخلص نفسه من الحقوق هذه واللي هناك يتمشك. رسول الله على عظمته جالس على فراش المرض، زين يقول لهم تعالوا اللي عنده ظلامة خليجي يقتص من عنده، ويجي له سوادة ابن قيس القضية مفصلة، يقول يا رسول الله انت كنت على ناقتك العظام وكنت تدري تضرب الناقة فبالخطأ لاحت بطني، واضح لهم؟ بس والله يقعد إذا عندك مظلومية تعال. ليش أنت زيارة الحسين سلام الله عليه أنت تعرف شو تقول في الزيارة؟ ليش الزيارة توصلك لهالمرحلة دي من هالنتائج العظيمة؟ عندنا في الرواية، في الرواية آثار الزيارة، إن من زار الحسين سلام الله عليه آمنه الله يوم الفزع الأكبر. أكو رواية، أكو رواية أعتقه الله من النار. أكو رواية زوار الحسين يوم القيامة يدخلون الجنة قبل 40 عام من الحساب، والناس ما زالوا في الموقف يحاسبون، واضح لو لا رايحين الجنة. مولى زوار الحسين وين عزيزين؟ ما يوم القيامة إلا ويتمنى أنه كان من زوار الحسين، لما يرى ما يصنع بزوار الحسين من الكرامة على الله. كل واحد يتمنى عظيمة زيارة الحسين. من زار الحسين كمن زار الله فوق عرشه. أروان من زار الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. شكد مقام بعد تبي تبي بعد. من مشى إلى قبر أبي عبد الله الحسين رواية كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. شقد خطوات بيروح، شقد عظيمة دي، شقد عظيمة. من زار الحسين عنه
سلام الله عليه. من زار الحسين غفر الله له ذنوبه وقضى الله له حوائجه. في قضاء حوائج زين عمي يقول يقضي الله له 1000 حاجة 600 حاجة من حوائج الآخرة و400 حاجة من حوائج الدنيا. رواية درهم واحد يصرفه الإنسان لزيارة الحسين أضيع عوضه ب1000 درهم وفي رواية ب10,000 درهم. رواية مجمع. من زار الحسين في بعض الأماكن بعض الليالي صافحه 124,000 نبي. اللي يزور الإمام الحسين الإمام الصادق يدعو ليه في سجوده. رواية عن معاوية الكوفي اللهم اغفر لزوار أبي عبد الله الحسين اللهم اغفر لتلك القلوب التي احتركت جزعا لنا اللهم ارحم تلك الأعين التي دمعت علينا إلى آخره اللهم ارحم تلك الوجوه التي تقشرت على أثر حرارة الشمس. دعاء مفصل. معاوية يسأل يقول لي هل كيف يعني لهم ثواب وأجر؟ يقول إن من يدعو لزوار الحسين في السماء أكثر. اشتم انت يا نوراني يا عظيمة الثواب يا ابن الكتاب كان روح اقرا كامل الزيارات لابن قوله وش يسوي معركة. زيارة الحسين اكو في الروايات تهون سكرات الموت كلها هذه ليش سؤال؟ انت تعرف الزيارة شو تسوي فيه؟ تصنعك من جديد. هني هني انا اللي ذكر الوقت خلص. انتم مشكلتكم مشكلة ساعة لا روح شيء بسيط يعني ما يقدر يبطل بحث وتبون مصيبة وتبون بكاء وتبون عوز يعني مشكلة صحيح لا لا حقيقة بس إنا لله بعد ما تتعشون وراكم عشاء السلام ولو إن هذا العشاء مبارك يعني اي وتكون بعد قصص وكرامات يعني السيد موسى يطلب كل شيء في التليفون كل شيء يبي بس الواحد اصار على المنبر شوي الوقت خلص على المعنى. انت تقول اللهم اجعل محياي في زيارة عاشوراء تقول اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد. يعني ايش معناته انت بتحكي؟ اذا انت تبصر حياتك مثل محمد وال محمد حياة محمد يعني شنو؟ يعني الطفل ماكو ذنوب ماكو اذية على بالمؤمنين رؤوفون رحيم يعني لازم تصير رؤوفون رحيم وانك لعلى خلق عظيم يعني لازم تعدل اخلاقك علي لا تمام ولا؟ ايه تبصر حياتك في حياة محمد وآل محمد مش بسيطة. يعني انت نور عيني خلاص جبت الحسين ليلة العاشر شكول يبون يهجمون على الحسين قال لي عباس اركب بنفسي انت قل لهم ليمهلون سواد هذه الليلة لنصلي لربنا ركعات فإن الله يعلم التفت للعبارة دي بشكل دقيق فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. 4 شغلات صلاة تلاوة كتابه كثرة الدعاء مو قليل كثرة الدعاء والاستغفار. يعني أنت لازم تحب الصلاة والصلاة شو تسوي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء لا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع. الإنسان يصير بخيل لما يصير عنده الإزاء يصير بخيل. تعال أعطي شوية للماتم لزيد لا يحسب الفلس حساب ما يطلع الفلس اللي بطلوع الجبل الخمس ما يطلع اللي بعد طلوع الجبل الزكاة ما تطلع اللي بعد طلوع الجبل ما يعطوهم التالي
تصدق الشيطان إبليس يرسل 70 شيطانا حتى يمنع النفاق صدقة. الإنسان طبيعته بخيل، وكان الإنسان قتورا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، في المصيبة يجزع ما يصبر. من اللي يعالجه؟ إني أحب الصلاة. لكمل الآية، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا منو؟ المصلين. عدل لا، فالصلاة تعالج الوضع النفسي، تعالج الحرص والهلع والبخل. أنت تعرف هني ليش العركة صاير؟ لأن بخلك. وهو لو يعطوا الناس أراضي وفلوس وخيرات وقسمون بيت المال مثل ما يرسم المؤمنين توزيع عادل، يصير ثورات، يصير انقلابات. عدل لا، الإمام علي لما جاء أرسل عدل، عدل مو بخيل، يقول هذا المال مال الله وأنا خليفة الله الريال. بخيل البخت تسوى، عثمان بخيل يعطي ربعه وجماعته خمسة افريقيا عشان اعطاه مروان، والناس محرومين، ابو ذر جوعان. يقول عجبت لمن لا يجد قوت يوم كيف لا يخرج شاهرا سيف مجوع الاول والتالي. عدل ولا، بخيل البخل مشكله، البخل عار. الامام علي يقول تمام ولا، من اللي عالج البخل؟ الصلاة. الحسين عالج. عدل ولا، اجعل حياتي حياة محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد. يعني شنو؟ يعني عند الموت شنو تقول انت؟ مو تقول شو اسمي ويلي بموت احب علي، لا، تقول فزت وربي مستانس بالموت. عدل ولا، مماتي ممات محمد. وشلون مات الإمام علي؟ لما جت الضربة على راسه ايش قال؟ ما قال لحقوا علي بموت ويلي، قال فزت ورب الكعبة. رواية أقول لكم، من مات علي الويل كشاف في تفسير كل آسر علي يجلل مودته في القربة، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، من مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابان إلى الجنة، من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزارا لملائكة الرحمة، من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. صل على محمد. الله صلي وسلم على محمد. يا حب هذا شلون حب؟ عاطفة بس أحب محمد؟ لا، حب مع اتباع. شنو الدليل؟ قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله شنو؟ فاتبعوني. شنو النتيجة؟ يحبكم. اتباع لازم. انت لما تقول اجعل حياتي حياة محمد وآل محمد، يعني يكون انا بمحبتهم ومعرفتهم. من زار الحسين عارفا بحقه، يسأل شنو عارفا بحقه؟ ان تعرفه امام مفترض الطاعة عليك. واضح ولا؟ هذا معنى. فانت اذا صرت بهالكيفيه دي الله يغفر ذنوبك ويسهل عليك ويسر امورك. قاعد لنا الوقت انتهى، بعدنا لله انا رجع ونسالكم الدعاء. صلى على محمد وعلى محمد. السيد موسى عزيز رجل عالم طيب حباب خلوق مؤدب، وكلكم انتم بعد هالشيء. أكو قصة وقصص آثار زيارة عاشوراء. الوباء راح من سامراء بسبب زيارة عاشوراء. تدري في قصة مفصلة، روح اقرأ زيارة عاشوراء وآثار العجيب. عجيبة دي آثار الزيارة. بس شلون تقرأ الزيارة؟ هني أكو ملاك
انت لما تروح تقرا الزياره لازم تقراها. شوف اصلا انت لما تروح زياره الحسين اكو اداب للزياره، تروح لحزينا مكروبا شعثا غبرا جائعا، مو تروح تحط يدك تاكل وشغل عدل ولحم وديال، لا 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 تكون شوي اترك هالسوالف، لان الحسين مات جائعا مات عطشا. شوي تفكر، روح شوي في العوالم. انت لما تقرا الزياره تقراها بحزن بصوت حزين كئيب مألوم، كان الحين الواقع قدام عيونك، وتسمع الحسين يقول الا من ناصر ينصرنا، الا من معين يعيننا، الا من مغيث يغيثنا، اما من ذاب يذب عنا. انا كان اللقاء مع الانوار حلقتين، اكو اساليب الاهداع المعين مفصل اللقاء، بس اكو واحده شكلت هديه اقولها لكم الحين هديه من عندي. تعرف هذه اساليب الاستغاثه هي اساليب هدايه في الحقيقه. هناك رجلان من الاعداء جايين لقتال الحسين سلام الله عليه، جايين لقتال من الحسين، عدو جاي يقاتل. تقول الروايه فلما سمع استغاثه الحسين، واحد اسمه سعد ابن الحارث واخوه ابو الحتوف يسمونهم الانصاريان، فلما سمع استغاثة الحسين، مو بس استغاثته، لا بكاء عياله وصراخهم، يعني الحسين يقول انا من ذاب يذب عنا، وزينب تصرخ وتصيح يا الله، وانا وثان حسين بروحه ما حد ليه، زين اما من ذاب يذب عنا. فلما سمع استغاثة الحسين وبكاء عياله صراخهون يا الله، ما لا مع الحسين، صاروا ويا الحسين واخذوا يقاتلون عدو الحسين، وقتل واستشهد مع الحسين. تقرا الزياره وانت تستشعر مظلوميه الحسين، خصوصا زياره الناحيه المقدسه اللي يصور فيها المصيبه. السلام على الدماء يا الله، السلام على الشفايا الذابلات.
محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر أمورنا، شافي مرضانا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤسسين والمستمعين، ولا سيما إلى روح السيد عيسى السيد هاشم والهاشمية السيد عيسى وولديهما ميرزا وعلي، وإلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنات، نهدي ثواب مجلسنا هذا، وإلى أرواح من فاتحة قبلها صلوات.